يسأل فضيلتكم عن حكم الوضوء من الحوض الذي تشرب منه الإبل جزاكم الله خيرا. لا بأس بالوضوء من الحوض الذي تشرب منه الإبل والغنم وحتى السباع، لا بأس ما دام أنه لم يتغير بنجاسة، لونه أو طعمه أو ريحه لم يتغير بنجاسة فإنه يصح الوضوء منه. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من الماء الذي يكون في الفلاس وما ينتابه من السباع، فأمر صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه. جزاكم الله خيرا.